تمثل التدفئة والتبريد 36% من الطاقة المستخدمة في المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة. حدد جهاز التدفئة أو التبريد الذي تستخدمه على أساس درجة الحرارة الموصى بها لتحقيق أكفأ نتيجة. يمكن أن يؤدي إنقاص درجة واحدة للتبريد في الصيف أو زيادتها درجة واحدة للتدفئة في الشتاء إلى رفع تكاليف الطاقة التي تدفعها بما يصل إلى 10%. يجب تحديد حرارة جهاز التدفئة التبريد لديك على أساس 26 درجة مئوية في الصيف و20 درجة في الشتاء، ويمكن تطبيق هاتين الدرجتين بسهولة على أجهزة تكييف الهواء المنقسمة. إن تغيير هاتين النقطتين المحددتين بدرجة واحدة قد يكلفك زيادة بنسبة 10% على فواتيرك الخاصة بالتبريد والتدفئة. نظف كل الأجزاء بانتظام، وخاصة الشباك والأنابيب، إذ أن الأجزاء المتسخة تضعف كفاءة جهازك وتؤدي إلى زيادة قيمة فواتير الطاقة. كذلك فإن الصيانة المنتظمة تطيل عمر المعدات، يستطيع المركب الأصلي أو المقاول أن يعطيك عقداً للصيانة. للاطلاع على مزيد من تسجيلات الفيديو والنصائح وأفضل العروض المتوفرة على المنتجات والخدمات التي يمكن أن تجعل مصلحتك التجارية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، توجه إلى الموقع positivecharge.com.au أو اتصل بنا على الرقم 03 93 85 55 55.